في جامعة القاهرة في كلية كمبيوتر ساينس. الفكرة كلها هدفنا من النهاردة إن إحنا بنحاول نعرف البارتيسبنتس الجداد والناس على بعض من خلال حفلة يهاف فن فيها ويتبسطوا وفي نفس الوقت يتعرفوا على بعض. نظم الحفله هنا يعني في ريفر هول كان يوم يعني تحس انه هيبقى يوم طويل. هنبتدي معانا طبعا جبنا مروان انور وزاف ثروت وسولاس ايفنت. معانا فانتازيا فوتو بوست ده الناس بتتصور فيه ومعانا الفنان مخلوق بيرسم كاريكاتير للناس بورتريهات. قسم في شركه اسمه سي اس ار، ده القسم المسؤوليه المجتمعيه. القسم ده الهدف بتاعه ان هو بيدعم حركه الطلاب عامه بشكل عام في المؤتمرات كلها في الجامعات، بيعمل تدريبات على بشكل دايم. عندنا مبادره اسمها مصر تعمل تحت امبريلا كبيره اسمها مايكروسوفت يوث سبارك. يوث سبارك دي فيها كذا بروجكت، الهدف بتاعها ان احنا نساعد الشباب ازاي يبقوا يعني فعالين في مجتمعهم بشكل قوي. فلما جم اتكلموا معانا اس سي اي الميديا تيم بتاعهم اتكلموا معانا وشفنا ان احنا نقدر نسبونسر معاهم، فدخلنا معاهم في سبونسر شيب. المين سبونسر معاهم السنه دي بنغطي معاهم اللي احنا في الايفنتس بتاعتهم قويين، بنقدم لهم تريننج تقدر ترفع السكيلز بتاعتهم في كذا حاجه اللي هم بيبقوا الحاجات اللي هم شايفين ان هي ناقصه عندهم بيطلبوها مننا واحنا بنقدم لهم الحاجات دي.